مساء الخير، وحشتوني وبشكر كل الناس اللي امبارح يعني قالت ان انا كنت وحشهم. انتوا كمان كنتوا وحشيني اكتر، يعني لما بتاخر بيبقى غصب عني. تحيه لكم كلكم واحد واحد او واحده واحده. حلقه النهارده بصراحه هي مش من اقتراح، هي من اقتراحه صديقه لينا اسمها يمنى احمد. انا بشكرها جدا لان الحلقه دي انا شايفها يعني جديده ومميزه ومفيده جدا، وهي كتبتها او كتبت الاقتراح ده على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته. ولقيت الاقتراح خد دعم كتير قوي باللايكات من اصدقائنا، وكمان شدني لان حسيت ان هو مهم قوي وانا ما عملتوش قبل كده ولا اتكلمت عنه الحلقة دي، ومفيد واصدقائنا يعني عدد كبير عايز ان هو الحلقة دي. يعني هنتكلم على طول رد فعل ابراج او رجال الابراج لو انت عملت لكل واحد فيهم حظر سواء بسبب او بدون سبب. نخش في برجي عشان هو بداية الأبراج مش عشان هو برجي. رجل برج الحمل الناري، غالبا والمتوقع من رجل برج الحمل إذا أنت عملت له بلوك أو حظر إن هو كمان يعمل لك بلوك أو حظر أو يشيلك من دماغه. غالبا يعني أكتر من 90% من رجال هذا البرج هتتصرف تصرف زي ده أو شبيه بده. رجل برج الثور هيراقبك، رجل برج الثور يراقبك حتى لو ما بينش ده، تأكدي دي معروفة في شخصيته قوي، هيراقبك قوي بس ممكن ما يسألكيش ليه انت عملت كده. خلي بالك، رجل برج الجوزاء ممكن يجي عاملك بلوك وتاني يوم يشيله. رجل برج الجوزاء لو انت عملت له كده ممكن يعملك بلوك وبعد فترة يرجع في كلامه تاني. رجل برج السرطان صعب عليه ان هو يعملك بلوك، وصعب عليه ان هو يسألك ايه السبب. ممكن ينتهج سكة الصمت شوية أو الانعزال شوية، أو يستنى لما يشوف الأيام اللي جاية هتقول إيه، أو زي ما إحنا بنقول يا خبر يعني النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. هيطول نفسه عليك شوية لحد ما يستنى منك إن أنت ترجعي في رد فعلك ده، إن أنت تغيري قرارك ده. غالبا رجل برج السرطان هيكون رد فعل ليكي. انا شايف ان الحلقه دي حلقه جديده ومفيده قوي قوي، يا ريت تدعموها بلايك يعني عشان توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. ده الطلب الوحيد من عيلتي، ومالناش غير صفحه واحده على الفيسبوك محمد ابو زيد. اي حد تاني نصاب يعمل له بلوك عشان ما يتكلمش باسمي رجاء. يعني رجل برج العذراء او رجل برج الاسد الاول، المتوقع منه ان هو يعمل لك بلوك في ذات نفس اللحظه، يعني اول ما يعرف، لانه زي الانثى، انثى برج الاسد من الرجال اللي تبيعك بسهوله. رجل برج العذراء هيحاول ان هو يراقبك حاله حال رجل برج الثور فترة طويلة قوي، عشان هو مش هيرتاح لما يعرف ايه السبب. عقله هيبقى عامل زي خلية النحل 24 ساعة لحد ما يفهم، بس ممكن يعز عليه ان هو يسألك دايركت انت ليه عملت كده. لا، يحاول ان هو يراقب ويعرف من حتة تانية من مصدر تاني. رجل برج الميزان غالبا هيحاول ان هو يوصل معاكي لحل اوسط او لحلول وسطى، هيحاول ان هو يوصل معاكي لحل وسيط. طيب ليه عملت كده؟ طب اخر مرة؟ طب ايه اللي حصل مني؟ هيحاول يفهم ويحاول ان هو يوصل لك بشتى الطرق، يعرف ايه اللي حصل. طب ممكن ترجعي تاني؟ طيب ممكن نسوي الخلافات. هو رجل سياسي بطبيعة الحال. رجل برج العقرب من الرجال اللي هتنتهك حتة، هيتقل عليك الأول شوية عشان ما يحسسكش إن أنت جبت مناخيره الأرض يعني، أو إن هو انهار من غيرك، وهيحاول إن هو يوصل لك بشكل غير مباشر، يكلمك من إيميل تاني رقم تاني، يزق حد بينكم عليكي يفهم الدنيا. والفضول هيقتله، ليه أنت عملت كده؟ حتى لو مش هيبين بس ممكن ياخد وقت. يعني رد فعل رجل برج العقرب ممكن يجيلك متأخر شوية، يعني مش بالسرعة اللي انت ممكن حطها في دماغك. اما رجل برج القوس الناري فغالبا حاله حال اخواته الناريين من الرجال، ممكن يبتعد وينسى ويكبر دماغه قوي قوي. خلي بالك الرجل ده خاصة بقى، خلي بالك لو انت عملت ده بدون سبب، يعني بدون سبب قوي، مش يعني حاجة بسيطة كده وجيت انت عاملة عليها حظر. لذلك هنا نصيحة قوية اقولها دلوقتي ولا في الاخر؟ نقولها دلوقتي وخلاص. في نصيحة قوية، يعني لو كان الرجل اللي انت مرتبطة بيه وتفكري تعمله بلوك من الرجال اللي هي هتطنش وتبعد دي، فكري مليون مرة، بلاش يبقى ده العقاب. يعني في بعض البنات على فكرة بتبقى عاملة كده كنوع من العقاب او الضغط. رجال الابراج، رجال الابراج اللي احنا بنقولك عليها مش هتستحمل الحظر
او البلوك راجعي نفسك قبل ما تعملي حاجه زي كده، حتى لو انت عملتي قبل كده وده ما حصلش ممكن يحصل في المستقبل، خلي بالك ممكن يكون فوت لك مره اتنين، بس خلي بالك عاجلا ام اجلا لا، يعني خلي بالك من النقطه دي النصيحه قوي ليكي في حلقه النهارده. رجل برج الجدي ممكن ما يسالكيش دايركت ايه اللي حصل، بس يتخذ اسلوب المراقبه او ان هو يفهم او يوصل لك عفوا ان هو يقدر يوصل للي في دماغك من خلال اساليب غير مباشره، يتابعك بقى من اكونت فيك، يكلمك من اكونت فيك، يرن عليك من رقم تاني، يسال عن اخبارك بشكل غير مباشر، هتلاقيه كده. والانثى كمان، وانثى برج الجدي على فكره رغم ان هي في البدايه ممكن تعمل لك تسيبك، يعني ما تعملكش بلوك عشان تعرفك ان انت مش في دماغها وان انت مش في بالها اصلا، زي الرجل بالظبط هيعمل معاكي كده، بس هتبقى في دماغها. يعني في فرق بين اللي انا عايز اوصله لك وفي فرق بين الحقيقي. الحقيقي ان انا بفكر فيك وهموت وهتجنن واعرف انت ليه عملت كده، او انت هل ممكن ترجع تاني ولا لا، بس مش هبين لك. دي سياسة رجل وانثى برج الجدي على حد سواء. رجل برج الدلو هيحاول ان هو يوصل معاكي لحلول وسطى، بس خلي بالك الرجل ده نفسه مش طويل في الحاجات اللي زي دي، يعني هيحاول ان هو زي رجل برج الميزان كده، يعني يحاول ان هو طب ايه اللي حصل، طب ينفع نرجع، طب نبقى اصحاب، طب نبقى اصدقاء، طيب معلش. طب ممكن رجل برج الدلو هتحس ان هو عايز يوصل لحاجة اسمها حلول وسطى معاكي. اما رجل برج الحوت هتلاقيه يحس ان هو يصمت في صمت كده، حالة من الانعزال، الانطواء، المراقبة في صمت، هيستناك. يعني رجل برج الحوت هيبقى فيه شوية من رجل برج السرطان هنا، ان هو هيبقى رد فعل مستني يشوفك هتعمل ايه عشان بناء عليه يبدأ ان هو يتحرك. وبرضه يا جماعة عايز اقول حاجة، عشان في بعض اصدقائنا بيكتبوا لي اقتراحات، وممكن حد يقول لي احنا كتبنا قبل كده وانت ما كنتش بتعمل ليه. في بعض اصدقائنا بيكتبوا اقتراحات انا عامل عنها حلقات قبل كده، بس هم ما اخدوش بالهم او ما سمعوهاش. تاني حاجة، في بعض أصدقاء مننا بيكتبوا حلقات مش مهمة لأصدقائنا في العيلة، ما بلاقيش حد إن هو بيدي لايك بيتفاعل، ما بلاقيش إن هي هيبقى فيها إفادة لأصدقائنا. عشان كده أنا بمشي بالأولوية بالأكثر إفادة واللي إحنا ما تكلمناش عنه قبل كده، رجاء بس عشان أنتوا كلكم عندي سواسية، وأنا بمشي باللي فيه الإفادة، يعني الأهم فالمهم، الأهم الأول وبعد كده اللي هو المهم الأول دايما كده. يعني أنا بحب إن أنا يكون في أولويات. هنا بقى النصيحة، رجل من الرجال اللي خلقها ضيق في مواضيع البلوك دي ما بتطيقهوش، راجع نفسك. رجل من الرجال التانية اللي هي بتاعت مراقبة أو كده أو رد فعل، ممكن إن أنت تأدبيه بعملية البلوك أو الحظر دي، لأنك مهما أو وقت ما ترجعي غالبا، بقول غالبا أهوت، هتلاقيه مستنيك غالبا وقت ما ترجعي بعد ما تعملي كده. بس حاولوا حاولوا، وهي نصيحة عامة لكل البنات، لما تيجي تعملي بلوك يبقى على سبب يستاهل، سبب قوي، مش نعمل من الحبة قبة يبقى حاجة ما تستاهلش وبلوك. اصل بلوك دي معناها انت بتدي مسج للطرف اللي قدامك مش عايز اعرفك، انا خرجتك من حياتي. وهناك بعض الرجال تحديدا لا تقبل، وانت هتشوفي نفسك عليا، هو انا الرجل ولا انتي؟ انت كأنثى اللي هتطلقيني تقولي لي امشي او تعالى؟ في بقى رجال بيبقى عندها الموضوع ده اوفر قوي، فممكن تخسريها للابد. دي نصيحة ليكي من اخ اكبر او اصغر. يعني اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، انا بقرا كل تعليقاتكم، بتعرف عليكم من خلالها. اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، يا ريت لو شايفها مفيدة يدعمها بلايك توصل لبقية اصدقائنا. قنواتنا التانية للفضفضة وللكورة، واللي عايز ان هو يتواصل معايا الانستجرام الفيسبوك، الرابط دي في وصف الفيديو اول تعليق. وهتوحشوني أوي، أقسم بالله أنا ملتقي بكرة، وإلى اللقاء.